السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفوا هذا الفيديو على تطبيق كليب كلابس، اللي هو فعلا هذا التطبيق كليب كلابس راه مربح مربح بواسطة ثغرات، ولكن هاد الثغرات خاصك تعرف كيفاش تخدمهم. انت الا ما عرفتيش تخدمهم هاد الثغرات على هاد التطبيق هذا كليب كلابس، الا ما عرفتيش تخدمهم عليه راه غادي يوقفوا ليك ملي تبغي تسحب منه. تسنى غنقول لك انا راه غيصيفطوا لك في المره الاولى، وغيقدروا يصيفطوا لك المره الثانيه والمره الثالثه، لكن من بعد ما غاديش باقي يصيفطوا لك، غيقولوا لك تسنى ما غاديش يصيفطوا لك. هذا هو المشكل اللي عند كل شيء. باش تفادى هذا المشكل خاصك دير، هذا هو الموضوع ديال اليوم. المشكل هو ملي كتخدم انت شي ثغرات على هاد التطبيق هذا، هاد التطبيق كيعرف بالله راه انت مخدم ثغرات. كيفاش بالله راه انت مخدم ثغرات؟ التطبيق انت ملي كتخدم نسخة واحدة على الهاتف على التليفون ديالك، كتخدم نسخة واحدة اللي هو بحال هكا، نسخة واحدة في التليفون ديالك كامل، كتبقى تدير تسجيل الدخول تسجيل الخروج، يعني كتبقى حسابات كتار، وكتبدا تصيفط الرابط الإحالة ديالك خاص بك نتايا، بدا تدخلو على هادوك الحسابات، كتبدا تسجيل الدخول تسجيل الخروج تسجيل الدخول. التطبيق ملي كتبقى تدير عليه هاد الطريقة هادي، كيعرف بالله راك انت كتخدم ثغرات. باش تفادى هاد المشكل كتخدم جوج نسخ من هاد كليب كلابس، من هاد التطبيق هذا، الواحد اللي هو ديالك نتايا كدير فيه الحساب ديالك، كتربطو بالباي بال ديالك، وهذا كيبقى الاصلي ديالك انت، ما كديرش عليه تسجيل الدخول تسجيل الخروج. ممكن تربح منه عن طريق مشاهدة الفيديوهات، تكونوا عارفين الطريقة هذه، تربح منه عن طريق الألعاب تلعب فيه اللعب هادو. كاينة واحد الطريقة جديدة كتشارجي شي لعبة وكتبقى تلعب فيها، وممكن تربح هاد الصنادق. كيفاش تربحهم؟ ولا مرة رابط الإحالة ديالك وتربح هاد السبين بزاف، حيت هو كيعطيك 5 في النهار، وحدة كيعطيها لك مدة 7 أيام ديك الكبيرة، والآخرين ممكن تربحهم بهاد الثغرة اللي غنوريك اليوم. التطبيق كتبقى ديالك، كتبقى مخدم فيه الحساب ديالك، وكتبقى خدام فيه، ما كديرش تسجيل الخروج. غنجيو للتطبيق اللي كدير فيه النسخة الثانية اللي هو هذا، غنخلي لكم الرابط ديالو أسفل الفيديو، ولا شارجيه من بلاي ستور. كتدخل لهاد التطبيق هذا، مهم كتدخل لهاد التطبيق هذا باش تخدم عليه نسخة أخرى من كليب كلابس كيما مخدمة أنا. ها هي، باش تجي دير هاد النسخة هنا كتكليكي على هاديك زائد، غتزاد عندك 8، غتزاد هنايا كذلك فيسبوك، الحاجة اللي بتزيدها كتورك لها زائد. هنا خدمتي جوج نسخ من كليب كلابس، هاد النسخة هنا فين تبدا دير في الكونتاكت، هنوريكم الطريقة كيفاش كتدخل ليه. كيخدم عندك هاك، كيجيبك لهاد الصفحة هادي، ملي كيجيبك لهاد الصفحة هادي ديك الساعات دير تسجيل الدخول اما بالجيميل ولا بالفيسبوك. ديك الساعة هنا في هاد النسخة التانية كتبقى دير تسجيل الدخول تسجيل الخروج بحسابات اللي عجبك، وراه حطيت في واحد الفيديو ديال الطريقة كيفاش تقاد الجيميل بدون رقم هاتف. دير تسجيل الدخول بشي جيميل، كتمشي تلقى جيميل كتجي ديرو هنا جيميل اللي عجبك، كدير تسجيل الدخول بهذا، ديك الساعة كتبدا تتربح. الطريقة الأولى من رابط الإحالة، باش تربح نتايا من الكونت الأصلي ديالك اللي حاط نتايا، ما تديرش من تسجيل الدخول تسجيل الخروج. هنوريكم كيفاش. دابا انت خدمتي بحال هكا النسخة الثانية وخدمتي فيها الكونت، ها كتجي لهاد الثالثة هادي، كتجي لهاد الريديم، كدير رابط الإحالة ديالك بحال هكا. غندير انا رابط الإحالة ديالي هنايا، الا بغيتو تسجلو وانت راك تربح 0.20، وانا راه كنربح صندوق. اها كتورك على هاد الريديم، انا قال لي انا فايت ندخل رابط الإحالة. غنشوفو الثغرة الثانية، الثغرة الثانية كيفاش تربح هاد السبين هادو، تربحهم كتار واخا يكملوا عندك انت تعاود تربحهم. كتجي كتبقى تورك على السبين حتى كيكملوا، ملي كيكملوا كتورك كيعطيك واحد الرابط، هذاك الرابط غادي تنسخه وغادي تمشي النسخة الثانية ديال تطبيق كليب كلابس اللي خدمتيها بشي حساب اخر،
كتمشي ليها كتدخل لها التطبيق قبل ما تورك على النسخة الثانية، كتحط هذاك رابط الإحالة اللي جديد من هذاك سبين، كتحطه يا اما في فيسبوك يا اما في هذا الميمو. انا فضلت هذا الميمو هذا، كتحطه فيه كتكليكي عليه كتكليكي عليه كدير ليه نسخ كامل. فضلت انا هذه الطريقة احسن، كدير ليه كوبي تدخل التطبيق النسخة الثانية، التطبيق اللي خدمتي بشي حساب اخر، كتجي لهاد البلاصة ديال السبين، كي كتكليكي عليها كيعطيك الرابط، كتكليكي انت هنا هكا كتكليكي عليه، هو كيشد سبين وانت كتاخد سبين، يعني من النسخة الأصلية ديالك انت كتاخد سبين واخا ما بقاوش عندك، وكيجي لهاد الحساب الاخر اللي قاد ديتيه كياخد حتى هو سبين. كتكليكي عليها بحال هكا 5 دورات في الصغيرة، وكيعطيك دورة واحدة في الكبيرة، ولكن انا وركتي على هذه غيوليو هنا 6، يعني راه هو تزاد وحده، وانت في التطبيق الاصلي ديالك راه انت تزادك وحده. غنمشي ونشوفه، تكليك عليها بحال هكا، ها هو ولاو عنده هو 7. نمشيو للاصلي ديالنا حنا وغنشوفه شحال ولنا عندي، كانت عندي قبيله 18، غنمشيو ونشوفه. ايه ولات 19 الوحده. وبهذه الطريقة هذه نشت اليوم اني وريتكم كيفاش تخدموا ثغرات بطريقة صحيحة، غيمكن لكم تربحوا منها صناديق بزاف وكتر بزاف هاد السبين هادو، ويولي عندك انت مخدم 2 نسخ، وحدة راه ديالك اصلية والاخرى راه كتبدا كتخدم فيها ثغرات، وكتبدا تربط رابط الاحالة ديالك انت الاصلي، كتبدا فين ما قديتي حساب كدير رابط الإحالة الأصلي، ثم كتبقى تربح. ووريتكم عاوتاني كيفاش تربح هاد السبين، ونتمنى نكون ما قصرش معكم في شرح، واخا الفيديو طويل شوية. ولا تنساش الاشتراك في القناة، الاشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات